صندوق النقد الدولي. نتابع الآن مشاهدينا الكرام هذه اللقطات على الشاشة وعودة الرئيس مرة أخرى إلى القاعة، يعني حيث يتم يعني استكمال ربما افتتاح المراحل الأولى من حقل ظهر تحديدا بمحافظة بورسعيد. على العموم ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة النائب سمير الخولي أمين مساعد ائتلاف دعم مصر. سيادة النائب أهلا بك. وفي البداية يعني كان هناك عدة رسائل من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل هامة في هذه المرحلة، إلى جانب طبعا أهمية الافتتاح بحقل ظهر وأهمية الخطوات التي نحن بصددها، ولكن كان للرئيس أيضا بعض الرسائل، كيف قرأتها؟ نتابع الآن رئيس الوزراء شريف إسماعيل يقوم بافتتاح ربما يعني الحقل بشكل بروتوكولي، ومعه طبعا الرئيس التنفيذي لشركة إيني ورئيس عبد الفتاح السيسي وزير البترول وعدة طبعا عدد من المسؤولين في هذا الإطار. بسيادة النائب، هل